تلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. دائما نواصل مع اختبارات الفصل الثاني، وهذه المرة في مادة التربية الإسلامية. التمرين النشاط الأول يقول: أربط بين أسماء الله الحسنى ومعناها. لدينا الله الواحد، الله الخالق، الله القادر. من جهة أخرى: خلق كل شيء، قادر على كل شيء، لا شريك له. الله الواحد، أحسنتم، لا شريك له. ثانيا: الله الخالق، نعم طبعا خلق كل شيء. الأخير: الله القادر، جيد، قادر على كل شيء. نقرأ: الله الواحد لا شريك له، الله الخالق خلق كل شيء، الله القادر قادر على كل شيء. النشاط الثاني: أضع الكلمة المناسبة. يتوضأ، نظافة، الوضوء، رسولنا. أمرنا الله ب، أحسنتم، بالوضوء. الوضوء قبل كل صلاة، فهو جيد نظافة. لأطرافنا من العرق والغبار والأوساخ، حيث كان، أحسنتم، رسولنا. صلى الله عليه وسلم يتوضأ، جيد، يتوضأ لكل صلاة. نقرأ: أمرنا الله بالوضوء قبل كل صلاة، فهو نظافة لأطرافنا من العرق والغبار والأوساخ، حيث كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة. النشاط الثالث: اكتب صحيح أو خطأ. الوضوء يكون بعد الصلاة. خطأ: الوضوء يكون قبل الصلاة. أمرنا الله في سورة الماعون بإكرام اليتيم. صحيح، أحسنتم. أغسل وجهي عند الوضوء 3 مرات. جيد، صحيح. قبل كل وضوء أبدأ ببسم الله. أحسنتم، صحيح. النشاط الرابع والأخير: أكمل الآية الكريمة ب: وجوهكم، أرجلكم، الصلاة، امسحوا الكعبين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى، جيد، الصلاة. فاغسلوا، أحسنتم، وجوهكم. وأيديكم إلى المرافق، و طبعا امسحوا. برؤوسكم، و جيد، أرجلكم. إلى الكعبين، جيد، الكعبين، صدق الله. نقرأ الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهكذا انتهينا من تصحيح الاختبار في مادة التربية الإسلامية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم الاختبار القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.